السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا نواصل معكم سلسلة تمارين نهايات دالة عددية مع نهايتين جديدتين. إذا لا ليميت ديال جذر إكس ناقص واحد على إكس ناقص واحد إكس تنفيغ واحد. إذا التعويض المباشر جذر واحد ناقص واحد على واحد ناقص واحد. إذا تساوي ماذا؟ إذا هي واحد ناقص واحد صفر على واحد ناقص واحد صفر. إذا هذا كنسميوه فورم ان ديتيرميني. إذا فعندنا مجموعة من التقنيات اللي كيمكننا نستعملو لإزالة الشكل الغير محدد. من ضمن هاد التقنيات كاين كنضربو في ليكسبريسيون كونجوغي، كنستعملو المرافق. إذا ليكسبريسيون كونجوغي دائما كنستعملو في التعبير اللي فيه الجذر. إذا ليكسبريسيون كونجوغي ديال جذر إكس ناقص واحد هي جذر إكس زائد واحد. إذا شنو غادي نديرو؟ فغادي نضربو في البسط وفي المقام في جذر إكس زائد واحد. إذا جذر إكس زائد واحد إكس ناقص واحد جذر إكس زائد واحد. إذا لا ليميت جذر إكس ناقص واحد مضروبة في جذر إكس زائد واحد، إذا هذه إيدونتيتي غوماركابل، مكتوبة على شكل أ موان بي مضروبة في أ بلس بي، إذا كتساوي لنا أ كاري موان بي كاري. إذا جذر إكس أو كاري موان أن أو كاري إلى إكس ناقص واحد. إذا التعبير اللي كاين في المقام ما نديرلوش النشر، لأن إلا درنا له النشر فدائما المشكل غيبقى مطروح. إذا حنا الهدف ديالنا هو الاختزال من بعد. إذا جذر إكس أو كاري هي إكس ناقص واحد على إكس ناقص واحد جذر إكس زائد واحد. إذا لاحظوا معايا بأن جذر إكس أو كاري هنا درت لها إكس، علاش؟ لأن جذر إكس أو كاري في الأصل أو بشكل عام هي القيمة المطلقة ديال إكس. إذا حنا عندنا إكس تنفيغ يعني إكس بوزيتيف ستريكتومو بوزيتيف أكبر خطأ من الصفر، إذا هذه كتساوي لنا إكس. إذا عندنا واحد العامل مشترك فغتوكوما ما بين البسط والمقام اللي هو إكس ناقص واحد، كنختزلو كيبقى لنا لا ليميت ديال واحد على جذر إكس زائد واحد. إذا كنديرو تعويض، إذا هي واحد على جذر واحد زائد واحد، إذا واحد على جوج. النهاية الموالية عندنا لا ليميت ديال جذر إكس ناقص جذر جوج على جذر جوج إكس ناقص جوج إكس تنفيغ أ دو. نديرو التعويض المباشر، غنلقاو جذر جوج ناقص جذر جوج على جذر جوج في جوج ناقص جوج. إذا صفر جذر جوج في جوج هي جذر ربعة، جذر ربعة هي جوج ناقص جوج أي صفر. إذا فورم أن ديتيرمين. إذا هنا خصني نحيد هاد لا فورم أن ديتيرمين، نستعمل التبسيط ثم الاختزال. إذا لاحظ معايا بأن هاد التعبير يمكن لي دوك عندنا جذر جوج إكس هي جذر جوج مضروبة في جذر إكس. إذا جذر جوج في جذر إكس ناقص اثنان، إذا دائما لا ليميت في الدو. إذا لاحظ معايا ممكن نعمل بجذر إكس، إذا لا ليميت إذا عندنا جذر إكس ناقص جذر جوج، إذا نعملو في المقام بجذر جوج كيبقى لنا جذر إكس ناقص. إذا دو هنا ما عندي جذر إكس، ولكن كنعرفو بأن جوج راه يمكن لي نكتبها على شكل جذر جوج في جذر جوج. إذا جذر جوج في جذر جوج هي جذر جوج والجوج هي جوج. إذا هاد جوج راه يمكن لي نكتبها هي جذر جوج في جذر جوج. إذا عملنا بجذر جوج بقات لي ناقص جذر جوج. إذا هنا إكس تنفيغ أدو.
اذا كما كتلاحظوا فيمكن لي نعمل او لا يمكن لي النهاية الموالية. اذا غادي نديرو التعويض المباشر، اذا هي جذر 2 ناقص جذر 2 على جذر 2 ناقص 2، اذا 0 جذر 4 موان 2 هي 2 موان 2، اذا هي 0 على 0، هذا كيتسمى فورم ان ديتيرمين. اذا خاصني نحيد هاد لا فورم ان ديتيرميني، اذا هنا كيمكننا نديرو التعميل. اذا لاحظوا معايا هنا عندنا جذر اكس ناقص جذر 2، وفي التعبير اللي كاين في المقام راه ممكن كذلك نلقى جذر اكس ناقص جذر 2. اذا كيفاش غادي ندير باش من بعد نختزل بداك جذر اكس ناقص 2؟ اذا لاحظوا معايا بان جذر 2 اكس هي جذر 2 في جذر اكس، وكذلك 2 هي جذر 2 في جذر 2، لان جذر 2 في جذر 2 هي جذر 2 اس 2 هي 2. اذا شنو غادي ندير؟ فهنا عندنا جذر 2 في جذر اكس ناقص جذر 2 في جذر 2، اذا فهنا عوضنا هاد التعبير هاد التعبير وناقص 2 عوضتها جذر 2 في جذر 2. اذا لا ليميت ديال جذر اكس ناقص جذر 2، اذا غادي نعملو بجذر 2 كيبقى لنا جذر اكس ناقص جذر 2 اكس تنفير ا 2. اذا عندنا واحد الفاكتور كوما كنختزل به اللي هو جذر اكس ناقص جذر 2، اذا كيبقى لنا لا ليميت ديال 1 على جذر 2 اكس تنفير ا 2، وهذا بطبيعة الحال كيعطينا 1 على جذر 2.